وللمزيد من المتابعة أيضا والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد مغربي، استشاري تأمين البيانات والمنشآت. أنباء تتحدث عن وضع أجهزة تفجيرية في أجهزة الاتصالات قبل توريدها، تفسير حضرتك يا فندم لما حدث؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا اللي حصل امبارح واستكمالا ليه اللي حصل النهارده في لبنان يحط علامات استفهام كبيره حوالين طريقه تنفيذه. لحد امبارح او لحد النهارده في وقت لبنان كان الموضوع بيتراوح ما بين او بينحصر بين سايبر اتاك زي ما تفضلت وقلت في التقرير، او استخدام التكنولوجيا بشكل باخر لعمل اختراق للاجهزه بيها، وما بين السبب اللي حضرتك تفضلتي وقلتيه بزرع مواد متفجره داخل اجهزه الاتصال. اي من الاسباب دي كان متاح ان هو يحصل. لحد النهارده حصلت واقعه ثانيه، الواقعه دي تتمثل في اجهزه بيجر انفجرت برضه، اجهزه الاتصال اللاسلكيه انفجرت، وكان الشيء الغريب جدا اجهزه الواح الطاقه الشمسيه انفجرت داخل بيوت وسببت حرائق. طب لكل اللي فات ده ممكن نقول ان هو اختراق سايبراني مفيش مشكله فيه، لكن انفجار الواح الطاقه الشمسيه ده تحديدا خلانا نتجه وبقوه للاحتمال اللي حضرتك بتقوليه ان هي عباره عن مواد متفجره صغيره الحجم مزروعه داخل الاجهزه او الالواح الطاقه الشمسيه دي، بيتم تفجيرها عن بعد وبتستغل وجود البطاريات الليثيوم سواء في اجهزه الاتصال او البيجر، واجهزه الطاقه الشمسيه برضك بيكون فيها بطاريات تخزين طاقه، فده مع دي بتؤدي للانفجار اللي احنا بنشوفه بالشكل اللي شفناه في الفيديوهات امبارح والنهارده. نعم، طيب يعني اللي حضرتك بتقوله ده شيء في منتهى الخطوره الحقيقه، ازاي ان احنا نقدر ان يكون هناك تامين خلال الفتره القادمه مستقبلا لاجهزه الاتصالات من مثل هذه التفجيرات؟ طيب هو مصادفة من حوالي اسبوع مصر حصلت على المركز الاول او من ضمن المراكز الاولى في العالم تير 1 في التامين السايبراني، في خطوه كانت مهمه جدا لدرجه الناس تسالت احنا هنستفيد ايه بالموضوع ده، وانا كنت شرفت وطلعت في حلقه معاكم في القناه الاولى على نفس الموضوع، احنا هنستفيد ايه؟ يمكن سبحان الله في اقل من اسبوع ان كل الدول دلوقتي انها تامن نفسها تماما بالهجمات السايبرانيه وضد الاختراق. وعشان ادي شفنا نتيجته ادت الى تدمير ارواح واصابات شديده وحصل شلل تام في بلد شقيقه يعني. تمام. بجانب ان اللي حصل برضه بجانب الهجمات السيبرانيه اللي هي جزء من الهجوم، ولكنه برضك عمل يعني استخباراتي بشكل او باخر او مخطط له من قبل ما الاجهزه تتورد لاعضاء حزب الله. والنهارده المدير التنفيذي للشركه التايوانيه المصنعه لاجهزه البيجر طلع وقال ان الاجهزه المهندس محمد، طيب يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات المهندس محمد مغربي، استشاري تأمين البيانات والمنشآت، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.